ناس كتير معرفتش تشوف هدف شيكابالا في إليكت تشادي بسبب قلة جودة الفيديو وعدم وضوح الصورة، لكن في فيديو واضح جدا للهدف. هو مش كده؟ تكرار الهدف بنفس الطريقة وفي نفس المكان بيأكد ان الكرة معليتش من شيكابالا، ده هو بيستلم بشكل معين عشان يهيئها عشان يحطها بوش رجله قوية في المرمى، والكرة لو لبست في وش رجل شيكابالا يبقى هدف أكيد. فاكرين ده؟ ومين ينسى ده؟ بص شوف شيكابالا بيعمل ايه؟ بص شوف بيسدد فين وبيحط فين يا ولد؟